أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس السابع من دروس فقه الأسرة، ولا يزال حديثنا ينصرف إلى بيان موانع الزواج. ولم الدرس نعدان نهضرد في الموانع، لأن دلانت دو كاتيغوري ثيم قرانين، زوج أصناف كبار. الصنف الأول ألف الموانع المؤبدة، الصنف الثاني الموانع المؤقتة. الساقي أد نشرح طرق إثبات الرضاع. نيون ديث مثلا درسني عندنا كفكره ازمر ما الا يوث بالك تيتيمات، والله اعلم اتولي ميساك تسليثيس ذوك ما شاء الله الخير رفاح مسفهما بيا ما تزمرت نتفرق سيني زرام الثاني اللي ثمتو ثقينك تضر غوري الور نديث مثلا الشرع يشد ديث مسالتي اليك برامير مو الى قضيه الاقرار. اذن اولا الدليل الاول هو الاقرار، والإقرار سيد الأدلة. يون ما يقرد نتسا يسعى لسورس يماس خالتي سعمتيس وكذا التصدي شهد دخام أسين تالفلاني أقلك شيني أسمي سيضا سقواس نوث بضر عامين تضض رفلان تقع تضض رفلان تقع يسعى الدليل قاطع الشهادة باللي انت تضل فلان تقع من بعد وحيا زمان جي زمان المي مقر يغي الليس الور ما إلا انت يقارد نغل كونتر انت تدي قارن سعى للسور سعى الخضار سعى لدوني سعى المعلومات اليقينية خطر يثمثن في مسالقي لا تثبت بالشك. سيد عليك الرم الله وجاي سيد ورسي وناس كيني بضيد الخضار واقيلا الفلان تقع تضغر يماس يناس خليك ما تسمعش ماشي اي كلام دياسة نامن تقي قاعدة ذهبية دي الدين ماشي الخضار كي دي وضنا تمنظ ذي الحرام الشياقي في جميع المجالات شرعنا فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سيد عليك الرم الله وجاه إن يس اليقين لا يزول بالشك دليل مزواره أولا هو الإقرار، والإقرار سيد الأدلة. سوخر حاجة أنت نذي وتسي وخرنا دياسي ولكن أذنك قفرا ولا شويثي سيفا ماشي بالسيف سلف غيس يسالة كونسيونسين كاملة نورمال أكين أذنك قخذ من الشياقي. دليل ويسين ثانيا هو الشهاء البينة. نشرح دي قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والندبي القاعدة يجي لا صليس ذي والحديث النبي صلى الله عليه وسلم أما شيوان دي بول خبرة ثمامن صافي لو كان قيمة كذا جيرانا أدي سيوان أو في جماعة غديني ثلاث غاس 50 مليون أنا من أنا غن هالدار قال فلاني تاسير ذي الحرام من هضرث ذي الحرام في اللانا أسيني البينة على من ادعى أو الدليل ما تشي الخضار كي دي بضنة من نظر إلا قداس سين شهود ذي رقازن دو تيموان نغادي يسيون برقاز أكل سنة تلاوين خطر زرام شهادة مطوث سنث ليكيفالون برقاز سنه تلاوين بيان سيون تر بارونتيز لان وقال يقارن نو الإسلام يظلم ثمطوث يحقريت وسيفكار القيمة أمشي يا عجافة سنث تلاوين باش هذا تفرقاز الله يا ربي الله لا عثمان ريفي مالك كاسوف لا أسين الإسلام يظلم ثمطوث وتيظلي مارا الشهادة ماشي ذوال نكون يزير قازن دي فوا اتفواد شهادة سينضاوان كين وحدي ماذا بك ماشي وحدي إلا قادي لي الدوزيام تاموا ونسي جامي بلاكاد تسوغ بلاكاد هذا قاذر بلاكاد ستحيغ ما تساغي ونشهد مشيني بيان أكي نور تساقواد ونزوزار الدين النغ ولا قارن شهد شهدان الزور شهدان الزور ذو الحرام تام قرانتي تام قرانين كوراج مهما كانت الحال أدن فك شهد الحق قارنا كثير تسيوث الكذفاطاس سي بور سا البينة ألور الشهادة ربي في كيس القيمة ثم الطوث يحترمي يرفضس الشام إني سينماتي وحذمي لقاتي في السناف إلا قاتي في السناف ذي الفيداس ذي الفيداس إلا واندان ربي سبحانه ودي في كده أحكام بارتيكولية كي اسمي سين إثم الطوث ربي في غياسي قلهان. إذن ذا شو تلبينة إما تشاهد نسين إرقازن باللي فضرات وتضاقي فعلا إما غادي شهدين برقازة كذ سنة تلاوين السادة الشافعية إنه يجوز هاد شهدين تربعة تلاوين وحد سنة خطر ممكن تضاقي تلاوين كان يحصاني قزران ذي ثمغران ذي الجنازة ألور إنه يجوز ربعة تلاوين ماشي يوث أميشي مدو سيوث إذا دارتك تيني كد خبارة غد غد سلام الظاهر لا إنه سود ثلاثة ثياض يرنا غذيرنت من أهل العدالة تسيقالي هضرنتي ذت إما لا يوث معروفة متخصصة في الكذب كاين الناس سبيسياليزي دي زيكسبير الو يا جماعه الخير ثاني مسفهم. اذا نسعى اما الاقرار اولا ثانيا البينه. النقطه الرابعه فرد نهضر في المحرمات انت المحرمات لانت ثمانيه
ثمانيك سوحر من فرقاز السبا انتطرى نقطة ثم زواروث وصول الشخص من الرضاع مهما علون ذا شو نقصد ذا جايث مثل عبد الرحمن يتظر فاطمة ثم طوث ريث الدار في اسم فاطمة ماشي ذي ماسا تقي ماسا بار مفرات يتظر ريث مطوط في اسم فاطمة عبد الرحمن اقى سنيني ثيني حرم فلك ثم زواروث الأصول ينك من الرضاع يعني فاطمة يجي قرنس الأم الرضاعية فينا كيسو تظن دين ذا ربي القرآن الكريم وأمهاتكم التي أرضعنكم فينا كيسو تظن فاطمة ني تينا أصل أكو ذي الناس انتساف يعني جيداش سطرة هذه ذي الناس قمة جيدا نغسطي نخبونا كون مش اسمها ألور الناس قمة سطرة حرم تجي نقصد بالأصول أكو ذي الناس برقاز انتمطوثي كي سطرة الناس برقاز فاطمة غي سطرة عبد الرحمن مش إذا كان تجور عبد الرحمن تظهر فاطمة فاطمة سأرقاز أرقازيس مثلا سنسمي علي علي ساي الناس أسيني وقيت ظنكا سنسمي عمر عبد الرحمن أسيني عبد الرحمن تحرم في الله فاطمة خطر ذيماك ستطضى تحرم في الله الناس من فاطمة خطر جيداس جيداك ستطضى تحرم في الله الناس برقاز انتمطوث اكي ستطضى يعني الناسنا علي تحرم في الله تعتبر أم جدة رضاعية وقيل مقصود وصول الشخص من الرضاع سنين فروع الشخص من الرضاع مهما نزلنا وعيد فروع الشخص من الرضاع مهما نزلنا ذا شو المعنى يا سيد مثلا مثلا أدنو على المذي اسمه الدنيا هكني عبد الرحمن يتظر فاطمة فاطمة سارقز اسمي سالي سيبوزو فاطمة يجي سطض ثقشيش تحذيت نثقشيش اسمي السعدية سطلت صافي سطلسين سطل عبد الرحمن أكل سعدية أعليني أرقاز الفاطمة إفغاذياغ يليسن سعدية من الرضاع أسين حرم في الله خطر تعتبر فروع فرع معنى البنت وبنت الابن مهما نزلت نغى عبد الرحمن أقوم السلام إسعي أسميه جوج إسعي الليس بعد يساد علي إفغاذي جوج ذي الليس عبد الرحمن تعتبر بنت الابن رضاعا اما كنت سليثيس اما كنت سليثيس اسي اخيني ثقذي اللي سنمين سطضة الور علي فذسنا عبد الرحمن عن طريق الرضاع وريجوزارا اذي جوج ذي اللي سنا عبد الرحمن خطر تعتبر بنت الابن رضاعا وقيل المقصود فروع الشخص من الرضاع مهما نزلنا الور مردينيغ مهما نزلنا لكن فولا صب انت يعني يلي ستطضى نغي اللي سنميس نغي اللي سجليس نغي اللي سنميس جليس مهما نزل ثلاثة صنفو ثلاثة ذا شوث فروع الأبوين من الرضاع مطلقا ذا شو نقصد بفروع الأبوين من الرضاع مطلقا مهما نزلنا فروع الأبوين من الرضاع مطلقا مهما نزلنا دو بوان لا شو نقصاد عبد الرحمن اجي النادي يتظر فاطمه فاطمه رجال اسمي عبد الرحمن عبد الرحمن وكل فاطمه ساعني اللي السن اللي السن اللي السن نورمال اللي السن تاع الصح الور قرنس البنت النسابيه ساقيني ذو التماس عبد الرحمن سطرة ذو التماس واخواتكم من الرضاعه والتماس اجي اللي ساقينا عبد اللي سنا علي وكل فاطمه تحرم عبد الرحمن كذلك يليس جليس حرم في اللاس عبد الرحمن يليس الميس ما يسعى الميس اسمي اسم محمد محمد يسعى يليس يليس يقول زماتي عبد الرحمن أضربين كيف كيف عبد الرحمن من بعد ذي روح ذي الحرام يبورتون ذي يليس نجماس تطلع يليس نجماس تطلع حرم في اللاس ذو أجل قصة ثلاثة فروع الأبوين من الرضاع مطلقا مهما نزلنا مازال في صار بعض السنف في صار بعض ذا شوث الفروع المباشرة للجد للأجداد والجدات رضاعا ذا شو نقصد قيث مثلا عبد نغان عبد الرحمن يتظر فاطمة فاطمة غرقز اسمي سالي فاطمة يجي السعى والتماس والتماس الفاطمة فقي سطن عبد الرحمن برا برا عبد الرحمن ذا شو يست خالتيس بارك الله فيكم خالتيس كنا ديماجيني أسيني عبد الرحمن يتظر فاطمة فاطمة سعى والتماس والتماس اجي بارابور عبد الرحمن دخلتيس اما كن يوم دهناغ اسيني كيني ساعي اما والتماس قما ذا شو تدخلتي تحرم في الله ولكن تسد كانك حرم يلي سخلتيك تجوز
مي او ميم طون ذاك جوج كيف كيف سي لا ميم شوز. كذلك علمني ارجز فاطمه يسعول تماس والتماس قيت حرمه في عبد الرحمن خاطر ذا شويه سي عبد الرحمن دعمتيس دعمتي سما كديني وديون اديني كي سيغ فافا فافا يسعول تماس والتماس بافا دعمتي عمليه حساب دقيقه يعني ان كيني سيغ فافا فافا يسعول تماس والتماس بافا دعمتي تحرم في اللي عمتي يلي سنعمتي يجوز ها سي بو سا قلنا نقطه صرعه الفروع المباشرة للأجداد والجدات رضاعا بوا فقط ذايا نساء الدرجة الأولى. أما نساء الدرجة الثانية فذلك جائز كما شرحنا في الدرس السابق. الصنف ويس خمسة أم الزوجة وجداتها من الرضاع سواء تم الدخول أم لا أيثمثني ونسيون ما يروح يخضف يوثن تقشيش يغرى الفاتحة يغرى الفاتحة ان بعد يفرياس ان بعد يفغى ذياغ ثمطوثي سطظن ثقشيش ثاقي يخضب ويغرى الفاتحة ماشي يماس يماس ويسمى تذقلت ألا ثمطوثي سطظن ثمطوثيش تحرم فلاش ألور العزب مرض جوجض ثمطوثيش ينسك ميضو ربي وكمي سطظن. الصنف الستة بنت الزوجة من الرضاع وبنات أولادها مهما نزلنا ذا شو المعنى يس يعني ممكن لعب ذيو ثامطوث ديجا تجوج قفليس تجوج ذيوان وإنا كنا مزوارو يموث أنبعتو لا يساد ديوان يو ثامطوثاقي ثامطوثاقي صط ضيوث تقشيشت سي زواجة مزوارو تجاتين ماشي ذي اللي سخاطي ذا صط كانت صط باك مقارث الو رواكيو لي الساعه الحق هذه جوجيدس يلي سنت مطوثي سي جوجن قفليس سطل ثقشيش الزواج مزوارو الو رثاكي حرام الو وين غنطمطوث ديجا جوجان بالك سط ديوث افون سي زواج مزوارو الا ساكن يهضر ربي ما الا ثلاثه مطوث ناثقشيش في السط ضو اكتيني وي السط ضغ الفلان تقال فلان تقال فلان تقال الو رثي كذاكي بارابور شيني تير فيفين تير فيفين مقل مليح محص مليح حتى في تير فيفين الو رثي كذاكي حرمن وقيل المقصود بنت الزوجه من الرضاع وبنات اولادها مهما نزل ولو كان ذي اللي سجل لي ذي اللي سنتقشيش في السط ثمطوثي يجوجن دي زواجة مزوارو نغي الليس قليس نغي الليس نميس مهما نزل ذاك السير كامل ثقيك وحرم في السبعة صنف سيدي كاتيجوري مدينة الصيف معنا كاتيجوري صنف والسبعة زوجة الأب والجد رضاعا ستادير عليا قدن نغدى عبد الرحمن تظهر فاطمة فاطمة سارق اسمي سعلي عليا قي يعود جواج ثمطوثي سميس مثلا الجوهر الور مرايه مثل عليا كي نغي فرايس عبد الرحمن ولي سعر الحق ديال الجوهر بوركوا باسكو تصمطوث بافاس تطلع زوجة الاب رضاعا عليا كي ما يسعى فافاس اسمي عبد القادر عبد القادر يرنا لا دوزيام فام اسمي مثلا ام الخير عبد الرحمن ما عندوش الحق يتزوج بام الخير خاطر تصمطوث جديس بافاس تطلع الور هثن ازما فاكين يون سي با بوسيبل ثقات سيني مقرث بزاف وكان نا اللان وقاذي وقع دي ثمسالاكي ثمثان اللان وقاذا تفضل قازي يجوي ثمطوث غلفيت سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عشر سنين فبالتالي وممكن قد يقع في فواحش لذلك الشرع ثمثان والوقت ما يسمحش خاطر كاين قصص كثيرة واقعية خطيرة حصلت لدى المسلمين ودى درغرة عند غير المسلمين ذينا غادي صليميت أدنى هالدر يرين سلمن يقسعان الحلال الحرام يقسعان الظرف الحدود سيبوصار بمدينة ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه تيجي تسي لسان ربي سبحانه عز وجل ماشي من غير الآيات نفهم كان ذكران تمثال ولا قرأي وانا يتعدي في الجاريس يذكر الجاريس خطر ذي الحرام ايوه تيجي ذي الحرام الحرام وايض الحرام تصي قلان ماشي ذا يشتهي قلان والآية مدينة تلك حدود الله تيجي تسي لسان ربي سبحانه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وانا ليتعدين في ثلسة ربي سبحانه يظلم مانيس انتك خسران الصنفان قالوا واستمانية زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاع مهما نزلوا ذا شو المعنى يس زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاع مهما نزلوا معناه عبد الرحمن اجين اسمي مقار يجواج تمطوث من بعد يموت عبد الرحمن يسد علي باش هذيا تمطوث عبد الرحمن اسيني ذي الحرام ذي الحرام زرما يغر خاطر ما كن
تسيس ليثيس زوجة الابن، ولكن استطلع نغ ثامطو ثنمي ساقين تستطلع نغ ثامطو ثنمي سنميس ثامطو ثنميس قليس مهما نزل سيقي كامل حرمن صافي اونتو ثمانية. النبي عليه الصلاة والسلام إناث انتد كامل ولا مش حالي كاتيجوري ثمانية إناث انتد جيون الحادي يا أخي الزرام. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم يعني شويط بوالة تصن المعنى أول شويط ولكن المعنى غطاس. إناد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إناد يون الحديث أشحال لدي طيوم السلام سيبو سيث مثل يجب أن نحذر الإنسان ما إلا وقع وحضر في فاتحة في عقد زواج أو ثمسة ثانية ثنتسا لازم ينتبه إلى ضرورة احترام هذه الموانع. وكما سنتسلم يث مثل موانع دقيقة جدا في ركوات نتنسخضر كامل أدنى في الموانع المؤبدة كخلاصة على سنتز ند. أولا موانع بسبب النسب القرابة الدموية، ثانيا بسبب المصاهرة أي بسبب الزواج، ثالثا بسبب الرضاع. طولق بزاف في نقطة قيثان قيث خطر ساقي وعر نطاس ذي ثاقي يقرب الحلال غل الحرام والنغد وذعي وذع والكونفيرميغ أطاس قمذاني قوقعان دي الحرام 100% ذقوين يعني ثم ستاقين تطغى أثنت السلام الله يبقى ثمانية الأصناف. ولكن لو أن داغاتي تطغى ولكن زواج يجوز فرضا لو كان ديا سالي فرن في كاد يسمعون دور مش فاهم سن علي أذياغ يماس باش هذي جوج يماس نعفض الرحمن يجوزنا خاطئ ورديني أكي كان الجواب بسرعة أذياغ سع... علي فافس نعفض الرحمن صوت ضاغي فرن أذياغ يماس نعفض الرحمن يماس في ديرون أم الوالدة هل يجوز هذا الزواج؟ يجوز صحيت لو كادريني ميس فاطمة إفران أذياغ أذياغ والتماس تشقيق عبد الرحمن يجوزنا خاطئ. نعم جائز من له رأي مخالف؟ لا جائز خطر نساكني تظن دي فوا يغرد في كاسك سياقي دي فوا دي تضييون نتسارو تظن أكو دي سنت مطوث من بعد سين ميم يستناش كل شيء انتير ديك فرون تمطوثني كي صوت ظنها لا لو كونترير صحيح ماذا كان الحلال ستادر ند عبد الرحمن يطض ار فاطمة فاطمة سعى ميس عبد الرحمن سعى والتماس تشقيق الور ميس من فاطمة من سمي اسم محمد يفغان ذياغ يليس والتماس عبد الرحمن جائز خطر انتساث وثتضار ريماس انتساث وثتضار ريماس انتساث فتضى اتسان كان ارى عبد الرحمن اكوذ الدرياس الفراء والأصول ذايا اي بورتان ميس الفاطمة يجي يوغ والتماس نجماس سيبوس الفقهاء دي فوات ساكن واحد المسائل لكني ثم سعرق ذاك سؤال عشيني هل يجوز الزواج بأخت الأخ سيد المحال ولكن ما تخمم غاصا ضايوة. نعم إذا كان من الرضا يجوز الزواج بأخت الأخ رضاعا سيبوسيث مثل أصناف قد نغ ثمانية أصناف مهمة جدا ثورا نفوك ألف الموانع المؤبدة ثورا ندنس الموانع المؤقتة. الموانع المؤقتة يثمثن لنت أصناف كثيرة باء دبوا الموانع المؤقتة ذا شو المعيس المؤقتة ستدير قابلة للجواز في المستقبل أو إذا زال السبب المانع ما عندها ماشي بور دبا ماشي طول عمر اللي كاتيقولي قفاد نشرح ثورا وجوزن ترمي أبريز مالت جوزن لنت ذا أصناف كثيرة الصنف مزوارو ومقارن واحد المحصنات. المحصنات معنى زوجات الغير فمطوث ما إلا الذي العصمة برقاز ورجوزالة ورقازة سياغ ميما بري الفاتحة ألور إلا وان داغ الغني مذانا أذي غر الفاتحة يليس يفكاتي ونغر الفاتحة ذي الجامعة نضقو خامس ذات الشيخ الشهود توفا بيا بعدو نخذي منارا ذي لا ميري ذي لا بيسي وخذي منارا للاك دو مارياج أبري كلك موا أدياسي وانت يخذ بسيفك ظران تيقى لك قصة واقعية النوع ويسين
المرأة المطلقة ثلاثا بالنسبة لمطلقها. وقيث مثلا تربونتيز ومقارن الطلاق البائن بينونة كبرى أدياس وسد نشرح المضاقي بالتفصيل إيث مثلا ديفورس تصي قلان ومالورزمون سعى دي جوج ورفه من الاثين سلقي ذي الشرع يوثيثا وغور صوض نمذانا باش ذعاش ذي الحرام ثوران والقاضي ونزميرا ذي غلظ ونيس من الشريعة أسيني فيزا في القانون مبروك عليك فيزا في الشريعة ما لا سيبوسا يثمثن مدني الطلاقة تصيق لان أسيني فريغان أن بعد ذي روحة ديوغال فريغان أديوغال أديوغال فريغان ما دي سبب سامي يخزور بالشيطان فريغاس أدي سيمس النغامي فرا أسكامل يصرح ديكلاراسيون صافي سي صباح تمديث أدفنت واحد 30 طلقة من بعد صهر الشيخ الجامعة سين ضال الشيخ فريغاسي ثمطوثي سي صباح المي تمديث انكلاسابل طلاق انكلاسابل طلاق انقرو أمشي السميل وقي قانص طلاق بدعي صاحبه آثم ثقي تمزوره تجدينيني صافي أمشي كلا قليل الطلاق طلاق ليجيتيم غاص سيدي ربي وثي حملة راه سيبوزون يونا ذي فروث مطوثيس لبرومي جانفي 2000 أسيني أثام طوث فريغا إيو سنتكبت فقط ولا قرار شو زعما فينا كني ثيروك زع ما ذا الحرام وين ذا الحرام إيو سنتلقى بركة يكفي ديجا أول من الشرع إناك يكفي وحدة ثانيا من هي تأذيها تصور ثام طوث مسكينت ميتي دي مقال كل وراء فريغا فريغا إضريت والشرع إناك الضرر أذى ذا الحرام سيبوزون أدن فكان أن إكزامبل أم خيري طلاق البين الكبرى وهذه اللي جيت من ناحية الشرعية إذا مثلا فريس البرمي جانفي 2000 إناس فريغان يوث فقط ولا قالت فاس قخامة ذاك دي فاثي لوين غلطنت أكنس لي ولا قد تفق قريام موانا دو موانا ندمني سين أغفونا الدوكلان سعن دريا ولكن نتسع أدس زعما النيف أشين يكين ذا رقازن كما دي فغوال أم ثرصاص ولا قارن يفق في الوال بلين كيني فريغ الريغ الشرع شو دينا شو تصفغ راس قخام تقيم قارن العدة العدة الشرعية تقيم قخام وقال القرآن شو دينا بعد الطلاقة إن هذا الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان المدينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إن هذا ببيوتهن ما ثفريغ ثمطوث وتصفغ راس قخامي سنة تاف الشرع دينا الخامس شيني أما ما زال ذا خميس وقال كان السيني ديفكار بذاقي لا تخرجوهن من بيوتهن ودينار من بيوتكم لو كان دينا بيوتكم أجي أخاني وربينا بيوتكم أهو فرس أخاني أنا ربينا من بيوتهن ولا يخرجن يعني أتسفغ بالسيف أتفغس الفغيس وقيد المعنى الآية بعد شو دينا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ما يولي فريت مطوثيس ذي السر الشرعي في كيكا في بريترواموا يفراو القازي ثمطوث سمانة عشرية أقور شهرين خمم براحتك إسوسا كامرار سيبوزون إعدى وقور ثمطوث سنتكو 5 سنين يا ثمطوث ولو كنت تليفونه مدى ما خلاص سيفيني ذايا شرعي ميسر سواول استفرات ستليفون يكفي ثقي قرن الرجعة صافي بري فريس البرمي جانفي 2000 ابي بري 20 جانفي راتيت تفرع من بعد ابني عدو سقواس تساد السقواس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للطلاق الأول امادام برمي جانفي 2001 فريغا الار وقي سميس طلقة ثانية طلقة ثانية رجعية طلقة ثانية رجعية ذا غينيس إنسا شي قار شرع يفكيش لن تروى سيسيون سيسيون نورمال سيسيون دو سينتيز سيسيون دو راتراباج على ليزيتيديون لا ميم ذا لا دوزيام سيسيون ني قرنس طلقه رجعيه ثانيه يفكايك شرع الشرع طوام و بيبري خمم بالك ذا لا باي ولاش خمم ان بعد فورا لا بروميير سا باس لا دوزيام اي لا تروازيام الو ما الا لو برومي جانفي 2002 يفقدوا ني ثقي قرنس
الطلاق البائن بين كبرى. ولكن ما إلا أرجزاقي بعد إفغاتي دير إينا سارجو حرام عليك تضرر صف ألم مثاوذ جواج ذو أرجز ويض زواج شرعي صحيح 100% أم بعد لما يموث يموث واحد ما تشوف شافين غام صفي لما تزوج زواج شرعي أم بعد يموث نغي فرأس الفغي سنتسا ألم نغفوث العدة ثابت العدة ربي ذينا يزمر ورقزني مزور وذي روحت يجوجيدس صافي دير شحال البورسونتاج يكسع باش هادو غادر غرس ضعيف جدا ولكن الشرعي مدينا كايث مثلا يفغى لا بروتيكسيون تواشولت باش مثلا وليت حرام دي سوفرا ولا كي ديفورس 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 خاطر كاين دي سبيسياليست في الديفورس كل حاجه غتخدم غير كان فيرو غتفغض فيرو لو كان كلشي شدي فيرو كلمه الطلاق الانسان الذي حاول تكسب في القاموسيس بقدر الامكان هذه هذا الصنف الاول في الحصه القادمه ان شاء الله نكمل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.